Ben günah deryasından bir küçük düşle çıktım. Hidayette anladım, gördüm düş değilmiş. Ben bir cahil Ademken yolum düştü çöllere. Kul hakkı ne bilmezdim, içtiğim su seninmiş. Tövbe. يا شميل هاد نظمي والله طلع في حدا أهم من الست مروة. أنا كمان هيك عم فكر، بس عمو مراد ما قال لماما ملاك هالشي. أكيد في شي مصيبة رح تصير. طيب قلي، ما بتعرف لوين راحوا عمو مراد؟ وين راح؟ ما بعرف. كب الورقة اللي مكتوب عليها عنوان بزبالة. أم يلا أم معي، لك امشي. يلا ما عندي حل تاني. إذا عرفت إنه هدول مو لإلي ما كنت رح تقبل تفوت على البيت. ألو، أنا بدي أخبر عن حادثة السرقة. مراد، مراد، أمو مراد، أمو مراد، أمو مراد، قل لي شو صار لك؟ أمو مراد، أمو مراد، أمو مراد، صحى، أمو مراد، أمو مراد. رأفت، انتو شو جابكن لهون؟ والله نحن اللي لازم نسألك هالسؤال. الظاهر انه الناس التايبين اخيرا رجعوا على شغلهم. ضحك علي. امو مراد ليك الشرطة وصلت. يلا هروب هروب. رأفت استناني. بسرعة. مراد، 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 ماشي يا مراد، بتشوف نتواجه. عمو مراد؟ حبيبي رأفت بترجاك لا تحكي، أنا تعبان، روح عند نام هلأ. يلا.
يلا. ليش هيك يا نظمي؟ لا وطلعت مخطط لكل القصة كمان. ألو. أهلين مراد، أنت منيح؟ لقيت عليك كتير. منيح بس والله تعبان كتير. شو القصة؟ صار شي مشكلة؟ أنا آسف كتير مشان اليوم. لا هو مزبوط إني تضايقت كتير، بس متأكدة إنه طلعت لك شغلة مهمة. إي والله بسيطة، المهم ترتاح. انبسطت لأني اطمنت عليك. يلا تصبح على خير. تلاقي الخير. سلام. شو نايمين بكير اليوم؟ ها؟ الله يرضى عليك يا ابني ويرزقك، ما نسي مصاري التبرعات. لازم لاقي طريقة مشان وصل هدول لأسماء. أحسن شي إني استنى حتى تهدى القصة شوي وبعدين بترك كل شي وبمشي. مرحبا. مرحبا. سيدي آسف على الإزعاج، بس امبارح بالليل صار في حادثة سرقة ولازم خبرك بهالشي لأني فكرت إنه بيهمك. طيب يا ابني خلص فهمت، كون عندكم بعد شوي. بابا بدك تطلع قبل ما تفطر؟ تركينا هلا من الفطور وخلينا نحكي في شي ضروري. شوفي إذا مش عم مراد هو اتصل واعتذر، كان عنده شغلة مهمة. هيك لكان. مروة وين كان ما بتعرفي؟ ما فهمت. بنتي شوفي امبارح صارت حادثة سرقة والجيران سمعانين حدا عم بيصرخ باسم مراد، الشباب مانهم متأكدين بس الأوصاف عم تتطابق مع أوصاف مراد. بابا أنت أكيد عم تمزح، ما عم صدق اللي عم بسمعه منك. أنت ما رح توثق بمراد أبدا، ما هيك؟ شو ما عمل ما رح يقدر يقنعك بشي. أنا آسفة كتير بابا، بس أنت متحامل عليه وكتير عم تظلمه. ايه شو وينها؟ وين بتكون هلا؟ يا الله مصاري نظمي. يا الله لا تحملني ذنوب الناس، لا تخلي صدقات الناس تتوسخ بمصاري حرام. يا ربي ساعدني. هلا وين مركز التبرع؟ ها بحارة مهدران. يعطيك العافية. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. بقديش الوحدة؟ الوحدة بعشرين ليرة. ممكن تعطيني ثلاثة منها؟ طبعا طبعا. أمي لا. لا تأخذينا، بس هدول من باعين.
ليش يعني؟ أنا بدي أخذ بس ثلاثة. بترجاكي لا تاخدي، ممكن؟ لا تأخذيني. لا حول الله. شو مراد؟ ابني ليش هيك عملت؟ أمي شو عملتي بالمصاري؟ يعني شو بدي كون ساويت؟ ساويت فيهم الأكل. طيب كم ليرة بتبيعيهم؟ أنا بدي أشتري كل شيء منك، قديش حقهم؟ قلي لي قديش؟ مرحبا عمي. أهلين. مراد؟ لا تسألني، أنا رح قلك، أنا رح قلك كل شيء. هدول المصاري دخل فيهم مصاري حرام، تعرف شو لازم نعمل فيهم؟ إذا ممكن خلصني منهم. بلا فرجيني. تركيهم. شو دخلك؟ أنا بعرف عن أي مصاري عم تحكي. لا تخاف، أنا ما بتفرق معي. سونا هاتيهم. شو بدك؟ أنا طلعت من البيت بسرعة، لازم روح شوف الوضع. طيب طيب، خذ راحتك. لوين بالله؟ شو بدك؟ شو؟ شو ما بدنا نحكي عن مبارح بالليل؟ ما رح نحكي، لأنه ما في شيء. وأنا هيك قلت أصلاً، تمام. بس بتعرف في تمن للسكوت، مو هيك؟ انت شو يعني عم تبتزيني؟ ما خلينا نقول اتفاق، يعني لمصلحتنا نحن الاثنين. يعني اذا ما بدك يعني احكي للشرطه او للناس عن الشيء اللي صار امبارح. بدك ترجعني على الشغل؟ شو اتفقنا؟ اوه، عم بحكي معك سونا. اذا بدك تحكي للناس احكي، ما بيهمني شيء. انا بعرف منيح شو عامل، هذا بكفيني وزياده. مروة، فكرتك ما طلعت من البيت، بس أنا كنت متضايقة، أخذت إذن الظهر. خير؟ أنا عامل شي؟ لا، هالمرة أنت مو عامل شي. مراد، ممكن تصلح الأمور بينك وبين بابا بسرعة؟ بعرف إنك بتستحي منه، بس إذا ضلينا على هاي الحالة رح تبقى بعينه شخص عنده سوابق وبس. شو الموضوع؟ ما في شي مهم، لا تقلق. مبارح صايرة حادثة سرقة، بس هلأ مو هي القصة. أنت بدك تروح تحكي مع بابا؟ مروة. نعم. شوفي أنا. هاي عم مراد وخالة مروة. شو ليش راجعين بكير؟ يا مراد، مو أنت أخذت كل شيء؟ يعني شو بدي ساوي هنيك؟ كيفك بنتي؟ الحمد لله منيحة، كيفك أنتي؟ أنا الحمد لله. خالة مروة، مبارح أبوكي كان موجود هني. وين حبيبي؟ مبارح بالليل الشرطة كانت عم تلحقنا، ما بتعرفي؟ بالزور فلتنا منه. رأفة تعال، بدنا نروح على البيت. انت كيف هيك بتعمل؟ وانا عم قول لبابا. بابا إذا بيسألني شو بدي جاوبه قلي؟ اكذب عليه؟ قلي شو أعمل؟ ولا خبره بكل شي صار؟ يعطيك العافية. شكراً. ايه حكيلي بسرعة شو اللي صاير؟ مثل ما قلت لك، ما قدرنا نمسك الحرامي يا سيدي، بس الشباب أخذوا البصمات اللي بالبيت وهلأ عم يدققوا فيهم. طيب صاحبة البيت شو قالت؟ يعني بمين شاكي؟ عم تشك بطليقة، بس لما حكينا مع الزلمة بالأوتيل لا عمره ولا أوصافه بأهله يكون هو المتهم. ايه، بس نحن كمان رح ناخد بصماته. بدك تخبرني بنتيجة البصمات أول ما تطلع؟ أمرك سيدي. معك مخفر الشرطة، تفضل. مرحبا، يعطيك العافية. في حادثة سرقة صارت امبارح بالليل، بدي أخبركم عن واحد، بس يعني إخبارية أكيدة. بدي أسألك لو سمحت، أنتوا بتعطوا مصاري للي بخبركم؟
عم نعطي على الإخباريات عن العمليات الإرهابية يا أنسة. إيه طيب هاي ما بتعتبر عملية إرهابية. ما علينا، رح نقلك، اكتب أنت. ليش؟ ليش سويت هيك؟ ليش يا ابني؟ ليش بهالوقت لما بلشت شوف الضحكة؟ ليش رجعت للماضي تبعك؟ لنفترض إنه مالي خاطر عندك، ما فكرت بالله؟ شو مانك خجلان منه؟ أمي، صدقيني مو هيك، بس مشان يسامحني رحت لهنيك، بس كل شي فات ببعضه. لك أن مشان السماح؟ مشان السماح يا مراد؟ شايف هي يا ابني؟ ما بتتاكل هيك، لازم نغسلها قبل. وهيك غسلتها، بتقدر تاكلها هيك؟ أكيد ما بتقدر، لأنه إذا بدنا نغسلها لازم تتغسل بمي نظيفة. مراد، ما فيك تستعمل طريق الشر مشان توصل للخير، لا تخدع حالك. مزبوط أنت ابني، بس بهذا البيت في عنا أمانة غالية، وإذا أنت بدك تصير مثال سيء لرأفت، لك مو بس أنت، مين من كان رح؟ وينو؟ مين؟ نظمي شليك وينو؟ بالغرفة ستة، بس مانو موجود. استنى، لوين رايح؟ اسمع لقلك، بدك تخبره انه ما يهرب، فهمت؟ رح خبره. أبوك إجا لهون؟ لا، عمل معك شيء أنت كمان؟ عمل، بس عمله مشانك. مراد شو اللي عم بيصير؟ مو مهم، بدي أقلك إني إذا شفت أبوك هلأ رح أطلع بروحه، بس على فكرة هو بحبك، لأنه كل شيء عمله معي عمله مشانك. وحتى كمان لما قتله لزكي من سنين أكيد قتله مشانك. طيب ليش؟ ليش ليقتله من شاني؟ ما بعرف، بس رح أعرف.
سيدي، نتائج البصمات طلعت، عم تتطابق مع الإخبارية اللي اجتنا الصبح. نروح نقبض على مراد يالنز؟ سيدي، مرحبا حبيبتي. مروة، أنا لازم خبرك بشي مهم، أحسن ما تسمعي من الناس. طلع قرار بالقبض على مراد يالنس. أخي إبراهيم، يعطيك العافية. أنا بدي أسألك عن مراد، كأنه ما إجا على الفرن. مراد قبل شوي طلع مع اثنين رفقاته، بس ما جاب لي السيرة لوين بده يروح. كان منيح شي؟ مثل الحصان قوي، أنت لا تخافي، إذا بدك روحي وبخبره بس يجي. الله يسلم هالإيدين، كتر خيرك، يلا بشوفك بخير. يعني كيف بدي خبرها شو صار معه؟ بنتي، انت اليوم ما بدك تروحي على المشفى؟ رح روح بعد الظهر، لازم زور مريض بالأول. ايه يا ابني، ماشي. طيب أنا جاي فورا. بخصوص مراد ما هيك؟ قبضوا عليه؟
حولناه عن نيابة، بعد كم يوم بيبين معنا. زكاتك دير بالك مطرحي. تكرم. شوف هالحالة، لك انت ما بتستحي على حالك، بس بدي افهم كيف بتقدر تتلاعب بمشاعر الناس. اذا انت مو فارقة معك الناس اللي كانوا يثقوا فيك، شو ذنبه؟ تو بس يا عيب الشوم عليك، هاي اخر مرة. مشي الحال، من هلأ ورايح ما عاد يزعل حدا، ما رح اعطيك فرصة تانية. انت ولا مرة بحياتك اعطيتني فرصة. اعترف يا سيدي، انا يا اما بكون وجعت لك راسك، يا اما باحسن الاحوال عذبت لك ضميرك. انا ما عم اقول انك غلطت، اي شرطي او اي اب بمكانك بيساوي نفس الشيء، بس ما بحق لك تحاسبني على الفرص اللي ما عطيتني اياها. صح انا تصرفت بغباء، ويمكن بعد دقيقه كمان رح رد اتصرف بغباء، بس ما بحق لك تحاسبني، لأنه مو بس أنت، حتى كل الناس اللي حولي ما صدقوني، بس أنا مصدق حالي ومضطر هلأ أني أثبت براءتي كمان. حولوه عن النائب العام. أمرك سيدي. تعال لشوف. هاي هاي شو عم تساوي؟ سيدي مراد هرب. منيح. شو عم تحكي؟ شو يعني مراد هرب؟ تو والله مخفر ظريف، ولك لساتك واقف، يلا بسرعة الحقه. استغفر الله، شو مجنون هالولد؟ طيب ليش لا يهرب هيك؟ لوين بده يروح هلا؟ لأنه مو بس أنت، حتى كل الناس اللي حولي ما صدقوني، بس أنا هلأ مضطر صدق حالي ومضطر كمان إني أثبت براءتي. مروة. مراد. أنا ما فتت على البيت مشان أسرق، صح أنا غلطت بس مو بقصدي، أنا مشان نظف حالي من الوسخ اللي علي عملت كل شي بقدر عليه يا مروة، وإنتي شايفة حتى لو على البطيء بس عم بنضف، بس المي نفسها والحياة نفسها عم يرجع الوسخ من مكان تاني. أرجوكي لازم تقرري، يا بتتمسكي فيني وتاخديني على مي أنضف، أو بتتركيني أغرق لحالي بهالدنيا، بس يا ريت ما تمسكي راسي وتغرقيني أنتي لأني ما بتحمل. أنا رايح حلق وبدي حل آخر مشكلة، وبعد ما خلص كل شي رح يكون بإيدك. لوين راحة؟ بنتي الله يخليكي، قال لك لوين رايح؟ يلا الحقوا بسرعة. عملت هالشي مشان أسماء، كل شي مو هيك؟ بس هيك ما بصير بنوبي يا نظمي، ما فينك توصل لنهاية نظيفة من هالطريق، ولو وصلت بتوسخ اللي حواليك. انت قتلت زكي مشان تحمي اسماء، بس انت هلا عم بتوسخ بنتك بالمال الحرام. مراد
صدقني انه اسماء هلا محتاجه لحدا يساعدها ويحميها. اذا عم بتفكر بمصلحتها عن جد لازم تخبرها كل شيء بخصوص زكي. يمكن تسامحك وقتها. اصلا حتى اذا حكيت لها ما راح تسامحني. معناتها تحكي لي انا. لك انت شو اللي جابك؟ شو؟ مو متوقع جيتي؟ لا لا مو هيك، بس انا ما خبرت عنك. سونا، ما بتتخيلي شو مرتاح ضميري لانه خلصت منك من زمان. ادعي لربك انه في شرطة على الباب، ولو ما كان فيه. يا ابني ليه جيت لهون؟ لازمني مصاري، اخذوا مني كل شيء بالمخفر، ما ضل معي حتى لاحكي تليفون. بسيطة بسيطة، استنى شوي. شبكي؟ ما في شيء، بس الأكلات اللي جبتها مبارح وجعت لي معدتي يمكن. إذا المال الحرام عم بيخرب معدتك معناتها في أمل تصير منيحة. يلا شو عم تخبص؟ أوف. أي. عليك العافية، حرارتك نزلت، بس لازم ترتاحي كمان، ما بصير تروحي على الشغل. شو في شيء مشكلة؟ بابا مراد عم بيقلي انه هو كتير طيب، بس بعد كل هالسنين يمكن اصعب شيء انه الواحد يرجع يثق بانسان. انت جربي وحطي حالك مكانه، بتلاقي انه اصعب شيء الواحد يكسب ثقة الناس. تفضل، اهلا وسهلا. يعطيك العافية، انا عم دور على صاحب المحل. والله هو ما عاد هون، فتح محل جديد. تتذكر اليوم اللي مات فيه زكي؟ ومين انت؟ تتذكر اليوم اللي مات فيه زكي؟ زكي، نحن شو عم نساوي هون؟ زكي بابا؟ بابا؟ بابا شو عم تعمل؟ أنا ما قلت لك بطل قمار؟ يا حيوان! بابا ليش هيك عم تعمل؟ هداك اليوم شو صار؟ شو كنت عم تحكي مع زكي؟ ليش إجا لعندك؟ مرتو أسماء شو جابها لهنيك؟ أحكي! كانت الفكرة فكرة زكي مو فكرتي. قبل بيوم خسر كل شيء، كل شيء كان معه، بس ما ترك الطاولة، صار يعنيد ولعب على احكي لعب على مرته اسمع. وانت ربحت اللعبة، بس وقتها ما عملت شيء لأنه زكي ما جاب اسماء. بالضبط، وبعد بيوم بعد ساعة مستناك بالمحل. مبارح مرق، اليوم لا تتأخر. ايه، وإذا بتخليها تلبس لبس حلو بيكون أحسن. جنيد لا تزودها، لا تزودها أحسن لها. معك ساعة يا زكي، لا تتأخر، لا تتأخر. البنت ما كانت بتعرف، بس أبوها كان سمعان باللي صار، وبعدين مثل ما بتعرف هداك اليوم أنا ربحت، بس بعدين خسرت كل شيء، كل شيء، كل شيء كنت أملكه. بس عن جد باليوم اللي أبوكي قتل فيه زكي. يكفي، لا تحكي أكثر من هيك. خلص، شكراً، كل هالشي بفضلك. مو بفضلي، كل شي بفضله هو. بنتي
مراد، أنا رح سامحك بحقي، بس لازم تسامحني بالأول. لا أخي، أنت بالأول ما بتعرف شو بصير. أنا مسامحك بحقي، وأنا كمان مسامحك. شو صار بالذهب اللي أخدته من بيت مرتك؟ قبل شوي آيتي انسحبت الشكوى تبعها، بس طبعاً بشرط أني رجع لها الذهبات اليوم. بس لو بتتركوا منهم شوي يمكن يلزموكن. تاخدوهم يا بنتي، أنا وأسماء منعرف كيف ندبر حالنا، منعيش على الخبز والمي، وهذا الشيء بالحلال طبعاً. نعم بابا. ايه هون. ها طيب شو صار؟ بابا بده اياك. تفضل. اوه يا بطل، وينك انت يا زلمي؟ يلا يلا لا تتدلل، عود قدامي لشوف، خلينا نحكي شوي. حبيبي عم بحكي معك، تفضل عود. سيدي لو بتسمح لي، يعني بدي احكي مع بنتك قبل ما احكي معك. شو البني آدم ما بيستحي. لا حول ولا قوة إلا بالله. عمو مراد. أمي كيفك هلا؟ الحمد لله. أنا غلطت مع كتير ناس بحياتي، وأكلت حقوق كتير ناس. في شي من جوا بيقلي إنه ما رح انصلح، وفي شي كمان عم بيقلي العكس. الأول بيحاسبني والتاني بيعطيني الأمل. بصراحة أنا دائما بحاجة لاثنين سوا، وبإذن رب العالمين ما رح أهرب من الماضي، بس ما بصير أهمل المستقبل كمان، وخصوصا بعد ما شفتك يا مروة. أنا بعرف إذا بدنا نتشارك بالمستقبل لازم نتشارك بالماضي كمان، وهالشي بالنسبة لإلي سهل كتير، بس رح يكون صعب عليك شوي. وإذا بتقولي أنا مستعدة أني أتحمل أي شي معك، فأرجوكي إذا وقعت امسكيني من إيدي، لأنه كل شي بكفي، ووجودك معي وجنبي بكفي تاني. مروة أنا بحبك كتير. تعال هون. يا الله حاجة تبالغ أمي، يعني بالأصل أنا. أنت شو؟ يه متلبك حبيبي رأفت، عمك مراد بده يروح لعند الضابط عاصم. لا ارفع شوي. هوب. لك 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 شو سويت؟ اللي وين الميت ليرة؟ يعني وين بدها تكون؟ كنت بدي أقول إذا في ميت ليرة تديني. أوف. أنا اشتريت المحل من 6 سنين، بس نصرة ضل قبلي هون شي 20 سنة. أنت متأكد؟ إيه طبعاً متأكد. لهلأ ما غيرت الأرمة. مو بس هالمحل، كان في إله شي 8 محلات بالسوق. صدقني رح أدفع لك كل اللي علي. بعدين إمتى أنا تأخرت عليك بالدفع؟ معك حق، بس ما عاد يمشي الحال. أما سنان كان رجال كتير غريب، المصاري اللي عنده ما كانت تنقص أبداً، قد ما كان يصرف منهم لا بيخلصوا ولا حتى بينقص شي منهم. لازم أعرف هالزلمة لوين عم بيروح. خير ابني؟ شو صاير مبين مو على بعضها؟ ليش شوفي سيدي؟
استغفر الله، كمان عم تسألني شو في؟ طيب خلاص انسى انسى، أنا حالف يمين اليوم إنه أمسك أعصابي. يلا احكي لشوف عم اسمعك. أنا؟ الصراحة يا سيدي في حد عم يستناني لبرا. عم قلك طلع لبرا، لما تكون مركز وعقلك معي تعال عندي. حبيبي أنا مو ناقص مشاكلك، واللي فيني مكفيني. يلا مراد اطلع من هون، شبك ما سمعت؟ أنا وصغيرة كنت أحلم إني أكون شرطية، بس الظروف ما ساعدتني وضلت هالشغلة حسرة بقلبي. لو عمري بيسمح كنت قدمت فورا. ليش أنت قديش عمرك؟ آه سيدي أنا سألتك عن معاشك شي؟ يا الله منين طلعت لنا هي؟